بسم الله، ربنا ثبت أقدامنا حتى لا نضل أو نضل. أمين يا عظيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ النقير هو فتات، هي لا يؤبه لها، فتات الطعام عند الناس اللي آم. فتات الطعام يجب يكون خبزة ورا خبزة، ميات خبزة تمشي في حاوية البلدية، وبالدركة ما يوريوش باش ما يتضحش أمر. هل هم أهل الإسراف وأهل إخوان الشياطين؟ ألا لعنة الله على من جعل له الله الشيطان خالق من أخله؟ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا؟ قلنا النقير هو بقعة صغيرة محفورة في ظهر نواة البلح أو التمر ولا تحمل، يعني حاجة زايدة ما يعطيوش، حتى زايدة ذاك ما يعطيوش يرحموا به الناس اللي جايعين، سواء كان جوع فيزيولوجي ولا جوع أخلاقي ولا جوع ديني، نسأل الله السلامة.